في قاهرة المعز وعلى ضفاف النهر الخالد يقع المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أول معهد متخصص في أمراض الكبد والأمراض المتوطنة في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط. في أوائل القرن العشرين كان لمعهد الكبد الصدق في اكتشاف عقار لعلاج البلهارسيا سمي فؤادين، وقد سمي بهذا الاسم تكريما للملك فؤاد الأول الذي افتتح المعهد في عهده، ثم توالى دور المعهد بعد ذلك في العمل الدؤوب في مجال البحوث الإكلينيكية والتطبيقية في مجال الأمراض المتوطنة وأمراض الكبد الفيروسية وخاصة فيروس سي. ففي العشر سنوات الأخيرة كان لمعهد الكبد دورا رائدا في جهود الدولة لمقاومة فيروس سي، حيث كان المعهد مقرا للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية التابعة لوزارة الصحة المصرية، وقد قامت عيادات فيروس سي بالمعهد بعلاج أكثر من 55 ألف مريض بفيروس سي، وذلك في العشر سنوات الماضية، بدءا بالأنترفيون طويل المفعول وحتى الأدوية الحديثة الموجهة مباشرة نحو القضاء على الفيروس. وينفرد المعهد بوجود عيادات متخصصة تهم مريض الكبد، مثل عيادة التغذية الإكلينيكية لمريض الكبد، علاج الفيروس الكبدي بي، عيادة أورام الكبد، عيادة الأمراض الجلدية المتعلقة بالكبد، عيادة زراعة الكبد، عيادة الجهاز الهضمي وأمراض القولون. كما تقوم وحدة مناظير الجهاز الهضمي بإجراء جميع التقنيات التشخيصية والعلاجية لأمراض الكبد والجهاز الهضمي بواقع 5000 حالة سنوية. وتم حديثا تطوير المعامل بالمعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد، حيث تقوم بإجراء بعض الفحوصات المعملية النادرة التي لا تتواجد في مكان آخر بمصر، وتقوم هذه المعامل بإجراء أكثر من 75 ألف تحليل سنويا. ويتم حاليا تحديث قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية بالمعهد ليتواءم مع حجم العمل الضخم الذي تقوم به الوحدة، حيث يقوم قسم الأشعة بإجراء 15 ألف حالة فحص وإجراء أشعة تداخلية سنويا. كما يوجد بمعهد الكبد مركز متخصص لعلاج أورام الكبد يتم فيه مناظرة حالات أورام الكبد بمعرفة فريق متخصص في ذلك الشأن واتخاذ القرار المناسب لعلاج حالته حسب المقاييس العالمية. حيث تقوم وحدة علاج أورام الكبد بالمعهد بعلاج أكثر من 1500 حالة سنويا بالتردد الحراري والمايكروويف والحقن الشرياني الكيميائي. وفي السنوات الأخيرة شهد قسم الجراحة بالمعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد تطورا ملحوظا بعد تحديث غرف العمليات وتصميمها بنظام حديث، مما أتاح للمعهد القيام بجميع أنواع الجراحات الصغرى والكبرى والمهارات الخاصة. وفي عام 2013 تم اعتماد معهد الكبد بالقاهرة كمركزا متخصصا لزراعة الكبد. فمنذ هذا التاريخ ويقوم المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد بإجراء جراحة زرع الكبد من متبرع حي بنسبة نجاح تعادل النسب العالمية وبمعدل حالتين إلى 3 حالات شهريا، حيث تم تأسيس وحدة رعاية مركزة
مخصصة لحالات ذرع الكبد، وقسم داخلي خاص لحالات الزراعة. وأحدث المباني بمعهد الكبد الآن هو مبنى الأبحاث والتدريب الذي تم تمويل إنشاؤه من الصندوق العربي الكويتي وصندوق الأوبك. دور الأول والثاني والثالث تم نقل معامل المعهد إليها بعد تحديثها وتطويرها لتواكب الدور البحثي للمعهد. أما الدور الرابع فهو وحدة متخصصة في أبحاث الكبد الدوائية والإكلينيكية، تقوم بإجراء الأبحاث على المركبات العلاجية المستحدثة في علاج أمراض الكبد. سيظل المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد هو البيت الكبير الذي يأتي إليه مريض الكبد المصري من جميع أنحاء القطر، طارقا أبوابه بحثا عن أسباب الشفاء، بل وهو الرفيق على الطريق ليس لمريض الكبد فحسب ولكن لأطباء الكبد في مصر أيضا، فقد أصبح هو بمثابة القبلة التي يتوجه إليها الأطباء للتدريب والاطلاع على كل ما هو جديد في مجال علاج أمراض الكبد. على الدهر يجني المجد للنبي.